أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة؟ نعم. يقول: هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة؟ هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة والتنقيب عنها تحت الأرض؟ ما كان السلف يفعلون هذا، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالآثار إنما هو من فعل غير المسلمين. المطلوب الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي الأحاديث، الأحاديث والسنة، هذا المطلوب منا. أما العناية بالطين والجدران والغيران وما أشبه ذلك، هذا من العبث الذي ما لا يفيدنا، وإنما هو من صرف الهمم والأموال إلى شيء لا فائدة للأمة فيه. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون بعض الآثار وسيلة إلى الشرك، إذا كانت آثار تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين، فإن الشيطان يزين للجهال، يزين لهم التبرك بها والتردد عليها والصلاة فيها والدعاء عندها، فعند ذلك يحدث الشرك، عند ذلك يحدث الشرك، لأن هذا من وسائل، من أقرب وسائل الشرك. الواجب على المسلمين أن يهتموا بما فيه خيرهم وما ينفعهم، ويتركوا هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.